الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى حمدا كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله ربنا للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، ورضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع هداه وهديه، وارض عنا معه يا رب العرش العظيم. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أسمعه يقول إذا أوى إلى بيته: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته في النهار أو في الليل لا يفتأ عن ذكر الله عز وجل. فقال لي يوما: يا ربيعة سلني، أي اطلب مني طلبة. في رواية عند غير الإمام مسلم قال: فنظرت فإذا الدنيا فانية منقطعة، فجئته فقلت: أنظرني يا رسول الله، يعني أمهلني حتى أفكر. فنظرت فإذا الدنيا فانية منقطعة. قال: فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. سبحان الله. هذا الصحابي الجليل الفاضل رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن باب الفائدة لم يكن صحابي واحد أو اثنان أو ثلاثة فقط هم خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان كل الصحابة يبادرون إلى خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان هناك من تميز أكثر من غيره بخدمة طويلة مستمرة، كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعود أمثاله. ربيعة هذا رضي الله تعالى عنه يحدث عن نفسه بهذه القضية العظيمة، فأفادنا من ذلك أكثر من شيء. أولا، كثرة ذكر الله وأهميته. كثير من الناس إذا دخل بيته لا يلتفت إلى الذكر والدعاء والتسبيح إلى أن يخرج مرة أخرى، فينشغل شيئا ما بالجوال، وشيئا ما بالتلفاز، وشيئا ما بحوائج البيت، وشيئا ما بالكلام مع الأهل. كل هذا إن لم يكن فيه إثم فهو من المباح، ولكن أقول إن لم يكن فيه إثم فهو من المباح، ولكن أليس من المستحسن والمطلوب من المسلم أن يكثر من ذكر الله عز وجل في بيته؟ فلذلك كان رسول الله يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم إن هذا الصحابي الجليل أفادنا أيضا أن الطلب الحقيقي هو ما يكون فيه الشيء الدائم المستمر للشيء الفاني العرضي. أقول هذا يا أيها الأحبة، ونحن جميعا نشهد ما نتعرض له من بلاء وضر، كلنا في بلاء وضر، والذي لا يشعر بهذا لا يفقه ولا يدري ما الذي يعني يجري للمسلمين، الكل يستشعر هذا. ولكن لو رجع الإنسان إلى نفسه قليلا ليتساءل: أهذه الدنيا هي الدائمة الباقية أم أنها زائلة مهما طالت؟ مهما اشتدت البلايا والمحن وضاقت الأمور وعسرت الأشياء وقلت السلع وارتفعت الأثمان وما إلى ذلك، أنا أقول هذا يا أيها الأحبة، وأنتم تعرفون أننا إن شاء الله أنني بالذات لا أبرر لأحد خطأه إن كان مخطئا أو تقصيره إن كان مقصرا، ولكن الإنسان المؤمن يرجع إلى نفسه فيسألها: الدنيا هي التي ستدوم كما قلت، أم الآخرة هي التي ستدوم، أم أن الآخرة خير وأبقى؟ وبالتالي إذا تذكر أن أمامه الآخرة وأن أمامه عقبة كؤودا لا يجوزها إلا المخفون، كما ورد في الحديث الشريف، العقبة الكؤود هي الآخرة وحسابها والأعمال التي سيقدمها الإنسان في الدنيا،
فإذا قدم عملا صالحا جاز تلك العقبة الكؤود وهي الحساب في الآخرة ودخل الجنة. لا يجوزها كما جاء في الحديث كما قلت لكم إلا المخفون. فإن كان شأني في الدنيا يسيرا خفيفا لا ثقيلا، بالله عليك هو خير لك أم شر؟ ليس عندي كثير متاع، لا من طعام ولا من شراب ولا من لباس، لا لي ولا لأهلي، إلا يعني الضرورية الأساسية المهمة الذي لا بد منه الذي يقوت نفسي. فإن كان كذلك أهو أيسر لي في الحساب يوم القيامة أم أعسر علي؟ هو أيسر لي. بالمقابل كم سأخلد في هذه الدنيا؟ كم بقي الذي جمع الدنيا بأسرها من أصحاب الأموال، من أصحاب الجاه والسلطان، من أصحاب القوة والمكانة؟ كم بقوا في الدنيا؟ كم عاشوا فيها؟ أياما عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال، وأتعب نفسه فيما سيفنى وجمع من حرام أو حلال. هب الدنيا تقاد إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال؟ سبحان الله، أليس مصير، والله مصير ذلك للزوال. نحن نرى الذين يسبقوننا إلى جوار الله عز وجل، نراهم قد قدموا، وكل منا يعرف أقاربا وأرحاما وجيرانا وأصحابا قد سبقوه إلى ديار الآخرة. ما الذي أخذوه معه؟ سكرا قد ارتفع. أكرر، لست والله لست، نحن نرى أخطاء كثيرة، ولكن ما الذي سيأخذه؟ طعاما يجعله في بطنه، لباسا يجعله على جسمه، لا يأخذ شيئا، لا يأخذ إلا عملا قدمه، صالح عمل قدمه. وأما عمل السوء فسيحمله على كتفيه إلا أن يتجاوز الله عنه. لذلك يا أيها الإنسان بالله عليك خفف من التفكير في هذه القضايا. كلنا كما قلت يصيبنا، يأتينا الشيطان فيشغلنا ويزيد علينا ليل نهار، ألا ترى؟ ألا تسمع؟ ألا تحس؟ ألا كذا؟ ألا كذا؟ طيب ما الذي أنا صانعه؟ ماذا أنا أصنع؟ إن شكوت قدر الله عز وجل غضب الله تعالى عليه، وإن سخطت على ما قدر الله علي وقعت في المحظور وفي المنهي عنه، وإن رضيت بما قسم الله تعالى لي رضي الله تعالى عني ويسر لي من فضله ومن علمه ما لا أدريه وما لا أحتسبه. ألم يقل الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا؟ ألم يقل الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ ألم يقل الله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا؟ ألم يقل الله هذا؟ بالله عليك ألسنا نصدق بوعد الله عز وجل؟ فلأتق الله عز وجل والأطلب من فضل الله عز وجل. فالله تعالى لا يحجب عن طالب رفده فضلا، لا يحجب عن طالب رفده أي طالب فضله وإحسانه، لا يحجب عنه فضلا، ولكن لكل أجل كما قال الله تعالى لكل أجل كتاب. سيأتيك رزقك وما قدر لماضغيك أن يمضغ لابد أن يمضغ، وكل ما كتب لك في هذه الحياة الدنيا من متاع طعام شراب لباس لك ولأولادك. ألم يقل الله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كثير من الإخوة يقول أنا أصبر ولكن أولادي، هذه الآية تقول لك الإجابة، فليتقوا الله، خافوا على أولادهم، فليتقوا الله هم وليقولوا قولا سديدا. الله تعالى يكفيك ويكفيهم ويصبرك ويصبرهم ويعينك ويعينهم، ولكن تقوى بالله عز وجل وارض مما قسم الله عز وجل وكن صابرا على ما قدر الله عز وجل، فإن الله تعالى هو الذي يفتح لك الأبواب. لا بد لمن طرق الباب أن يجد الجواب، ومن طرق باب الرحمن وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، هو الذي يعلمها وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، يفتح لك الأبواب، ولكن كن دائما منكسرا بين يدي الله عز وجل.
هذا الانكسار الذي علمناه في هذا الحديث الشريف، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، حديث ربيعة الذي قدمناه. ما معنى هذا؟ استشعار الانكسار بين يدي الله عز وجل. يا رب أنا ضعيف، أنا مسكين. لذلك ورد في بعض الآثار، وقد أوردها عدد من الحفاظ في كتبهم، عن سيدنا موسى عليه السلام أن الله تعالى قال له يا موسى سلني ملح عجينك وعلف شاتك. حتى الأمور البسيطة سلها الله تعالى ولا تسألها العباد، ضعها بين يدي الله عز وجل ولا تضعها بين يدي العباد. إذا كنت في السجود فقل يا رب أنا فقير، أنا عاجز، أنا مسكين، أنا مريض، أولادي بحاجة. ألقي حملك في باب الله عز وجل، لا تلقيه في باب الناس، لا تشكو كثيرا. ما الذي سينفعك؟ قال أحيانا يتألم الإنسان، أحيانا تألمت وتألمنا جميعا فقلنا، لكن كلما اجتمعنا وكلما جلسنا وكلما لا هم لنا إلا الشكوى. أين إلقاء الحمل في باب الله عز وجل؟ أين هذا التمرير أن يمرغ العبد جبهته بين يدي الله عز وجل ويستشعر تمام الانكسار والذل لله تعالى ويسأل الله تعالى من فضله؟ قال الله تعالى واسألوا الله من فضله، واسألوا الله، ربطك به حتى تكون متعلقا بجنابه سبحانه وتعالى، متعلقا بذاته المكرمة لا متعلقا بالدنيا. تحاول هنا وتحاول هنا وتحاول هنا، ألا تحاول هذا الباب العظيم الذي لا يغلق، باب رحمة الله عز وجل؟ حاوله بالانكسار، حاوله بالتذلل، حاوله بالدعاء، حاوله بالاستغفار، حاوله بالصدقة. قال أنا صرت محتاجا للصدقة، هكذا يقول لي بعض الناس. يا أخي ما تيسر لك ولو في الأسبوع ولو في الشهر مرة بنية أن يفرج الله كربك، تصدق ما تيسر بكثرة الاستغفار. ألم يقل الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه أبواب رحمات الله عز وجل، وكما قلت لا بد للطالب أن ينال حاجته بإذن الله، ولكن ألق حملك بباب الواحد الأحد وتوجه إليه وحده منكسرا بالذل والضعف والسؤال، فهو الذي يستجيب وهو الذي لا يخلي راجيه واللاجئ إليه. اللهم إنا نسألك من باب فضلك العظيم أن تمن علينا وعلى المسلمين بفرج قريب عاجلا غير آجل، والحمد لله رب العالمين.